أقول: كان علي صيام أيام كفارة يمين، فسألت إحدى أخواتي المسلمات والتي أثق بها لأنها على درجة من العلم، فسألتها إن كان الصوم متتابعا أو متفرقا، فقالت لي: لا يشترط التتابع، فصمتها متفرقة، ولكني سمعت من برنامجكم ومن أحد العلماء الكرام بأنه يشترط التتابع، فرجعت إليها فأخرجت لي في تفسير ابن كثير قول مالك فيه بأنه لا يشترط التتابع، فهل علي شيء؟ وما هو القول الصحيح في هذا؟ كما ذكرت، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا يجب؟ ولكن الراجح وما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه بأنه يجب التتابع، لأنه قرئ قوله تعالى: فصيام 3 أيام متتابعات، فيكون هذه القراءة نصا على وجوب التتابع، والله أعلم.